في السنة الماضية واجهت التنمية في بلادنا ظروف معقدة وخطيرة على صعيدين دولي ومحلي، وكان انتعاش الاقتصاد العالمي شاق ومتعرج، وكانت اقتصادات رئيسية آخذة في انقسام في توجهها، كما اشتدت الضغوط الناتجة عن التباطؤ الاقتصادي المحلي المتواصل، بينما تتشابك صعوبات وتحديات متعددة. لكن بفضل قيادة القوية من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بزعامة رفيق شي جين بينغ كأمين عام لها، كان أبناء الشعب بمختلف قومياتهم في كل البلاد يناضلون في سبيل التغلب على مشقات وصعوبات، وقد نجحوا في إنجاز الأهداف والمهام السنوية الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحققوا بداية طيبة لتعميق الإصلاح على نحو شامل، وبدأوا بمسيرة جديدة لدفع حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل، وخطوا خطوات ثابتة جديدة لإنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل. 又迈出坚实步伐。一年，一年来。 خلال السنة الماضية شهدت بلادنا استقرارا من حيث العموم في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية بتحقيق التقدم من خلال الحفاظ على الاستقرار، والرمز الرئيسي للاستقرار هو أن الأداء الاقتصادي كان داخل الحيز المعقول. كانت سرعة النمو مستقرة، إذ بلغ إجمالي الناتج المحلي 63 تريليون يوان بزيادة 7.4% عما كان عليه في العام الأسبق، ليصبح في مقدمة الاقتصادات الرئيسية في العالم. وكان وضع توظيف مستقر، وقد تم مؤخرا توظيف 13 مليون شخص في المدن والبلدات، وهذا رقم أعلى مما كان عليه في العام الأسبق. وكانت أسعار مستقرة، فقد ازدادت أسعار استهلاكية للمواطنين بنسبة 2%. والميزات الرئيسية للتقدم تتجسد في الأساس في تعزز التناسق واستدامة للتنمية، وشهد هيكل الاقتصادي تحسن جديد، ووصل انتاج الحبوب الغذائية الى 605 مليارات كيلوغرام، وارتفعت مساهمة الاستهلاك في النمو الاقتصادي بنسبة 3 نقاط مئوية لتصل الى 51%. بينما ازدادت نسبة القيمة المضافة لصناعة الخدمات من 46% الى 48%. وقد انبثقت بلا انقطاع صناعات جديدة وتوجهات عمل جديدة وأنماط تجارية جديدة، وشهد النمو الاقتصادي في المناطق الوسطى والغربية للبلاد وتيرة أسرع مما في المنطقة الشرقية للبلاد. كما شهدت نوعية التنمية ارتفاع جديد، فقد ازدادت إيرادات الميزانية العامة عادية بنسبة 8.6%، بينما تجاوزت حصة نفقات التنمية للبحوث والتجارب 2% من إجمالي الناتج المحلي، وانخفضت حدة استهلاك الطاقة بنسبة 4.8%. علما بأن هذا الانخفاض هو أكبر انخفاض خلال السنوات الأخيرة. وشهدت معيشة الشعب تحسن جديد، إذ ازداد معدل نصيب الفرد من الدخل القابل للصرف فعليا لدى السكان في البلاد بنسبة 8%، وهذا ازدياد أسرع من النمو الاقتصادي. وازداد نصيب الفرد من الدخل القابل للصرف لدى السكان في المناطق الريفية بنسبة 9.2% في المتوسط، وهذا رقم أسرع من نمو دخل سكان المدن والبلدات. وانخفض عدد الفقراء من سكان المناطق الريفية بمقدار 12 مليون نسمة، وتم حل مشكلة مياه الشرب آمنة لصالح أكثر من 66 مليون نسمة من سكان المناطق الريفية، وتجاوز عدد السياح الصينيين إلى الخارج 100 مليون شخص. وشهد الإصلاح والانفتاح تقدم اختراقيا جديد، فقد بدأ تنفيذ سلسلة من المهام الأساسية الهادفة لتعميق وإصلاح على نحو شامل، ونجحت الحكومة في إنجاز الهدف المحدد لخفض ثلث البنود الخاضعة للموافقة الإدارية قبل الموعد المحدد. إن هذه الإنجازات لم تأتي بسهولة، وهي رهن بدماء وعرق من أبناء الشعب، مما رسخ عزيمتنا وثقتنا بالمضي قدما إلى الأمام.
في السنة الماضية كانت الصعوبات والتحديات أشد من المتوقع. كنا نتقدم متحدين صعوبات وأدناها في الأساس العمل التالية: أولا تنفيذ التنسيق والسيطرة الموجهة على أساس التنسيق والسيطرة على حيز النمو والحفاظ على نمو اقتصادي مستقر. أمام حالة تفاقم الضغوط الناتجة عن التباطؤ الاقتصادي كنا نعمل للحفاظ على صلابة استراتيجية ونعمل للحفاظ على سياسة السيطرة القلية للتنمية الاقتصادية. فلم نتخذ إجراءات مشددة قصيرة الأجل لتحفيز التنمية الاقتصادية، بل كنا نواصل ابتكار الأفكار والأساليب للسيطرة القلية وننفذ التنسيق والسيطرة الموجهة ونعمل لتحفيز الحيوية وسد ثغرات الضعف وتشديد الاقتصاد الحقيقي ونسيطر على الحدين الأعلى والأسفل للحيز المعقول للأداء الاقتصادي. وكنا نسعى للحصول على قوة محركة من دفع الإصلاح وعلى قوة المساعدة من تعديل الهياكل وعلى القدرات الكامنة من تحقيق المنافع للشعب. وبهذه الطريقة نجحنا في توسيع الطلب السوقي وكذلك في زيادة العرض الفعال. التنفيذ الفعال لسياسة مالية إيجابية وسياسة نقدية مستقرة. يجب تنفيذ الخفض الموجه للضريبة وخفض الرسوم عموما وتوسيع نطاق تطبيق السياسة الضريبية التفضيلية لمؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتناهية الصغر. وتم إسراع بخطوات تنفيذ المصروفات المالية والعمل نشط للتحريك الفعال للأنشطة المالية، وتم استخدام المرن لأدوات السياسة النقدية وزيادة قوة الدعم للحلقات الضعيفة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بواسطة الخفض الموجه لنسبة الاحتياطي وإعادة الإقراض الموجهة والخفض غير المتماثل للفوائد. وفي الوقت نفسه تم إكمال وتحسين رقابة وإدارة المالية، الأمر الذي تم معه الحفاظ على الخط الأدنى لتجنب وقوع المخاطر الإقليمية والقطاعية. ثانيا تعميق الإصلاح والانفتاح وتحفيز حيوية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة العراقيل الهيكلية والآلية المقيدة للتنمية. نجحنا في إطلاق العنان لحيوية السوق من خلال التعميق الشامل للإصلاح ولتخفيض الضغوط الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي، فقد تغلبنا على المشاكل الصعبة وحققنا تقدما شاملا في إدخال الإصلاحات على الهياكل الاقتصادية والسياسية. الدفع الثابت للإصلاحات الحيوية، فقد وضعنا وأخذنا ننفذ البرامج العامة لتعميق إصلاح الهيكل المالي والضريبي، وحققنا تقدما هاما في إصلاح نظام إدارة الميزانية والنظام الضريبي، وخفضنا بنود المدفوعات التحويلية خاصة بنسبة تزيد عن ثلث عما كانت عليه في العام الأسبق، وتم إفساح حيز لتعويم نسبة الفوائد على الوظائف وأسعار الصرف، وخطط الأعمال التجريبية لإدارة البنوك غير الحكومية خطوات جديدة، وتسرعت عملية إصلاح نظام الأسعار في مجالات مثل الطاقة والمواصلات وحماية البيئة والاتصالات، وبدأ إصلاح نظم إدارة الأموال المخصصة للعموم علوم والتكنولوجيا والامتحان وقبول طلبة الجدد والنظام سجل العائلي والتأمين ضد الشيخوخة في الدوائر الحكومية والمؤسسات غير اقتصادية وغيرها. يجب مواصلة اعتبار تبسيط الإجراءات الإدارية وترك الصلاحيات إلى السلطات الأدنى والجمع بين ترك والإدارة أولى الأولويات للإصلاح. ففي العام المصاري قامت مختلف الدوائر التابعة لمجلس الدولة بإلغاء 246 بند من البنود الخاضعة للموافقة الإدارية، كما قامت بإلغاء 29 بندا تتعلق بفعاليات التقدم وبلوغ المعايير المطلوبة والثناء. وتم تركيز القوى على إصلاح نظام الأعمال التجارية، فقد تم تسجيل 12 مليون من الكيانات السوقية الجديدة، منها ازدادت المؤسسات الاقتصادية المسجلة حديثا بنسبة 45%، وبينما أخذت سرعة النمو الاقتصادي في التباطؤ
شهد عدد فرص العمل الجديدة زيادة بدلا من انخفاض، مما أظهر قوة جبارة للإصلاح وقدرة كاملة غير محدودة للسوق. يجب دفع الإصلاح والتنمية بالانفتاح، فقد تم توسيع محيط منطقة شنغهاي التجريبية للتجارة الحرة، كما أن أنشئت حديث مناطق كونغدونغ وتيانجين وفوجيان التجريبية للتجارة الحرة. ينبغي العمل بلا تردد للحفاظ على استقرار الصادرات وزيادة الواردات، فقد ازدادت حصص الصادرات في السوق العالمية بلا انقطاع، واستخدمت بلادنا فعليا 119 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الخارجية مباشر، محتلة المركز الأول في العالم، بينما بلغت استثمارات صينية مباشرة في الخارج 102 مليار دولار أمريكي، بما يساير استثمارات الخارجية المستخدمة. وبعد تشغيل منطقتي التجارة الحرة بين الصين وكل من أيسلندا وسويسرا، بينما تم إنجاز المفاوضات الجوهرية حول إنشاء منطقتين للتجارة الحرة، إحداهما بين الصين وكوريا الجنوبية والأخرى بين الصين وأستراليا، فأخذت المعدات الصينية تتوجه حاليا بخطوات حديثة نحو العالم. ثالثا، زيادة قوة لتعديل هيكل وتجديد قوة لاحقة للتنمية. في ظل حالة بروز التناقضات البنيوية، ركزنا قوة على إنجاز تلك الأعمال الملحة، وذلك بالجمع بين الدعم والسيطرة بغية إرساء أرضية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. يجب توطيد أساس الزراعة، فقد تم زيادة قوة سياسات رامية لتقوية الزراعة وتحقيق المنافع للمفلحين وإغناء المناطق الريفية، إضافة إلى مواصلة رفع مستويات العلوم والتقنيات الزراعية والمكننة الزراعية وزيادة مساحة ري جديدة تصل إلى 2.23 مليون هكتار، وبناء وإعادة بناء 230 ألف هكتار من الطرق العامة الريفية. وتم إطلاق جولة جديدة من عملية إعادة أراء الغابية والنروج السابقة وتحقيدها إلى حالاتها الأصلية، وتأكيد حقوق الانتفاع بالأراضي الريفية وتسجيلها وتوزيع شهادات خاصة بها. ضرورة تعديل الهيكل الصناعي بقوة، فقد تم التركيز على تربية نقاط جديدة للنمو ودعم تطوير شبكة الانترنت محمولة ودوائر متكاملة وصناعة التجهيزات الراقية والسيارات العامة وغيرها من السلعات الناشئة الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز تنمية صناعة الخدمات. فقد انبثقت الأعمال المالية على الشبكة الإنترنتية، بينما شهدت التجارة الإلكترونية وتداول البضائع والبريد، كما تم زيادة قوة المعالجة الضباب الدخاني والغبار إلى جانب إنجاز أهداف محددة لنبذ المركبات غير المتطابقة مع المعايير الوطنية. فقد حققت مناطق بكين وتيانجين وخباي والتنمية التعاونية، بينما حققت الصين تقدم هاما في بناء الحزام الاقتصادي، ووصلت أطوال خطوط الحديدية فائق السرعة العاملة إلى 16,000 كيلومتر، واحتلت نسبة 60% من نظيرتها في العالم، إلى جانب زيادة تعزيز بناء الممرات المائية وطيران المدني وشبكات الأنابيب تحت الأرض، وأصبح في استطاعة 780 مليون عائلة استخدام شبكة الإنترنت ذات طيف التردد الواسع. تنفيذ استراتيجية تنمية المدفوعة بالابتكار، ركزنا قوة على فتح قنوات لتحويل النتائج العلمية والتكنولوجية إلى قوة منتجة، وتوسيع نطاق تنفيذ السياسات التجريبية الخاصة بمنطقة النموذجية الوطنية الإبداع الذاتي في بكين، كما
تم إحراز تقدمات اختراقية جديدة فيما يتعلق بالحاسوب العملاق فائق السرعة ومشروع استكشاف القمر واستخدام الأقمار الصناعية وغيرها من نتائج البحوث العلمية الهامة. رابعا تكثيف وتمتين شبكة الضمان معيشة الشعب وزيادة رفاهيته. عملنا لمواصلة زيادة الانفاق على معيشة الشعب وتوفير لوازم أساسية والحفاظ على حد أدنى للمعيشة وإنشاء الآلية. نسبة مصروفات المالية السنوية المستخدمة في تحسين معيشة الشعب قد بلغت 70%. تعزيز التوظيف والضمان الاجتماعي. عملنا في إكمال وتحسين سياسة الحافزة للتوظيف. نسبة توظيف الخريجين الجامعيين قد ارتفعت على أساس مستقر. ومعاشات الأساسية للمتقاعدين من المؤسسات الاقتصادية قد شهدت زيادة أخرى قدرها 10%. وبدأنا حديثا بناء 7.4 مليون وحدة سكنية ضمن مشروع تأمين الإسكان المدعوم حكوميا، منها 5.11 مليون وحدة سكنية، ورفع معيار ضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة في الحضر والريف بنسبة 9.97% و 14.1% كل على حدة. وقد تم رفع معيار المعونات لأسر المفقود والعلاء والمعيشية لكل العسكريين والمعوقين وعائلات الشهداء والعسكريين المسرحيين القدامى. الدفع المتواصل لأحوال الإنصاف في التعليم. فقد تم تعزيز بناء المدارس الضعيفة من حيث التعليم الإلزامي في المناطق الفقيرة ورفع مستوى الدعم لطلبة عائلات فقيرة اقتصاديا. كما تم تنفيذ سياسة الالتحاق بمدارس التعليم الإلزامي مباشرة بالنسبة لأطفال المقيمين بالقرب منها دون اختبار. الدفع المعمق لإصلاح نظام الطب والصحة وتنميته. تم توسيع نقاط التجريبية لتنفيذ تأمين ضد الأمراض الخطيرة على سكان الحضر والريف لتغطي كافة المقاطعات. كما تم إنشاء نظام الإنقاذ المفاجئ لمواجهة الأمراض من حيث الأساس. وتجاوز نسبة تغذية تأمين طبي على جميع أبناء الشعب 95%. أما المحافظات والمدن التي تجرى فيها الإصلاحات التجريبية للمستشفيات الحكومية فقد وصلت عددها إلى ما يزيد عن 1300. المشروع توصيل البرامج الإذاعية والتلفزيونية إلى كل قرية. عملنا لتنفيذ استراتيجية الأعمال الفنية الراقية. خامسا إبداء الإدارة الاجتماعية وحفظ التناغم والاستقرار أمام الكوارث الطبيعية والحوادث المفاجئة. كنا نتعامل معها بوسائل معقولة والمناس والمناسبة. فقد عملنا حل التناقضات الاجتماعية بانتظام وإنشاء وإكمال آليات لتعزيز الوقاية من مصادرها. لقد وقع زلزال قوي نسبيا في منطقتي لوديان وجيانغو ومناطق أخرى في مقاطعة يونان على توالي في العام الماضي. وقد قمنا فورا وبفعالية عالية بأعمال إنقاذ وإغاثة في حالة الزلزال. وركزنا القوة على معالجة تلوث بعض الأطعمة بحيث كان وضع سلامة المواد الغذائية والدوائية مستقرا عموما. عملنا بقوة على دفع ممارسة الإدارة وفقا للقانون. فقد أحال مجلس دولة إلى لجنة دائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني 15 مشروعا لوضع وتعديل قانون سلامة المواد الغذائية وغيره من القوانين.
و38 مشروعا لوضع والتعديل اللائحة المؤقتة لإعلان معلومات المؤسسات الاقتصادية. وقد تعمقت علانية الشؤون الحكومية وأنجزنا المسح العام الوطني الثالث للأوضاع الاقتصادية، كما عملنا لإصلاح نظام عمل المتعلق بمعالجة رسائل الشكاوى. وضعنا بالدقة روح ضوابط 8 للجنة الحزب المركزية موضع تنفيذ، واعتبرنا على تقويم الأساليب الشريرة الأربعة الشكلية والبيروقراطية والنزع المتعة ونزع البذخ والتبذير. التزمنا بصرامة تنفيذ اتفاق ذو الثلاثة النقاط الصادرة عن مجلس دولة الصيني. فقد تم السيطرة الفعالة على بناء البيانات الحكومية وملاك الدوائر الحكومية والمؤسسات غير الاقتصادية والانفاقات الثلاثة العامة. ركزنا القوة على رقابة إدارية والمراقبة بواسطة تدقيق الحسابات. عملنا على زف بناء أسلوب عمل للحزب والحكومة النزيهة ومكافحة الفساد وتحقيق في قضايا المخالفات القانونية والانضباطية ومعالجتها بالصرامة. ركزنا القوة على وضع السياسة والإجراءات الهامة وموضع التنفيذ. قمنا بالجدية بمراقبة فصح الأحوال التنفيذية لهذه السياسات وإشراك الطرف الثالث والمجتمع في التقييم. وفي السنة الماضية تم تحقيق ثمار يانع والوافرة في الشؤون الخارجية. ونجحت بلادنا في استضافة الاجتماع غير رسمي 22 نقاط منظمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والباسيفيك، والقمة الرابعة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا ومنتدى بوآو الآسيوي. شاركت الصين بنشاط في إنشاء آلية متعددة الأطراف ووضع قواعد الدولية، وأحرزت الدبلوماسية الاقتصادية منجزات ملحوظة. تم الدفع عملية بناء حزام اقتصادي لطريق الحرير وبناء طريق الحرير البحري لقانون 21، وتم إحراز تقدم في الأعمال التحضيرية لإقامة بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية إلى جانب إنشاء صندوق طريق الحرير. أيها النواب، إن المنجزات المحققة في السنة الماضية قد جاءت نتيجة لما قامت به لجنة الحزب المركزية بزعامة رفيق شي جين بينغ أمين عام لها من السيطرة على الوضع العام وصنع القرارات بالسبل العلمية، وأتت نتيجة لجهود مشتركة من كل الحزب وكل الجيش وأبناء الشعب في كل البلاد. وعليه فإنني أعبر نيابة عن مجلس الدولة بشكري الخالص لأبناء الشعب في عموم البلاد وجميع أحزاب الديمقراطية والمنظمات الشعبية وشخصيات في مختلف الأوساط. وأعبر عن شكري الخالص للمواطنين في منطقة هونغ كونغ وماكاو الإداريتين خاصتين والمواطنين في تايوان والمواطنين المغتربين في ما وراء البحار. وأعبر عن شكري الخالص لحكومات الدول المختلفة والمنظمات الدولية والاستقامة من مختلف البلدان الذين يهتمون بقضية بناء التحفيزات الصينية ويدعمونها. يصادف اليوم عيد يونشاو الصيني، وانتهز هذه الفرصة لأقدم أحر التهاني للنواب الحاضرين وجميع أبناء الشعب في عموم البلاد. ونحن نرى الإنجازات التي حققناها، كما ندرك أن هناك صعوبات وتحديات تواجهنا. فنمو استثمارات يعاني بعض الإرهاق والنقاط الساخنة الجديدة لاستهلاك غير كثيرة، ولم تتحسن السوق الدولية تحسن ملحوظ، وتتفاقم الصعوبة في ضمان استقرار النمو، وما زال في بعض المجالات مخاطر ظاهرة وأخرى كاملة.
وتبرز مشكلة صعوبة تدبير الأموال وارتفاع تكاليفه، ويواجه بعض المؤسسات الاقتصادية صعوبة في الإنتاج والإدارة، وأساس الزراعي ضعيف، وما زالت هناك مشاكل غير قليلة تشكو منها الجماهير في مجالات الطب وإعالة المسنين والإسكان والمواصلات والتعليم وتوزيع الدخل وسلامة المواد الغذائية والأمن العام وغيرها. وتتعرض البيئة في بعض المناطق لتلوث خطير، وهناك حوادث خطيرة مرتبطة بسلامة الإنتاج تقع في حين لآخر، وما زال هناك نواقص في عمل الحكومة وبعض سياساتها وإجراءاتها لم توضع موضع تنفيذ بفعلية، ويعمل كل من موظفي الدوائر الحكومية بصورة عشوائية، وهناك مشاكل فساد بشع، والموظفون الحكوميون لا يهتمون بالشؤون المتعلقة بمناصبهم، وأن نجرؤ على تحمل مسؤولية حتى لا نخطئ في مهمتنا التاريخية ولا نخيب الأمل الكبير من الشعب.